يا رايحين للنبي الغالي هنيانكم وعقبالي. تعالوا نروح دلوقتي لمكة وتحديدا عرفات، صعيد عرفات، علشان خاطر نطمئن على حجاج بيت الله الحرام من المصريين. من زميلنا عبد الله بركات مراسل التلفزيون المصري، صباح الخير يا عبد الله وكل سنة وانت طيب، طمنا على المصريين عندك يا عبد الله. صباح الخير يا أحمد وصباح الخير على بسنت، وعقبالكم إن شاء الله تقفوا هذا الموقف المبارك. نحن بالفعل على صعيد عرفات الله، كان نجاح كبير في تصعيد الحجاج المصريين بالأمس من مكة المكرمة إلى صعيد عرفات الله، وذلك بقيام وزارة الداخلية وهي المشرفة على حج هذا العام بالنجاح في هذا الإطار بالتنسيق مع البعثات النوعية. يمكن نحن الآن في صعيد عرفات وكل البعثات أو كل البعثات النوعية هنا أكثر من 1,000,000 حاج من مختلف دول العالم، بينهم 20,000 حاج مصري، منهم 6,400 من حجاج القرعة. وفرت لهم وزارة الداخلية مخيمات في صعيد عرفات بالقرب من جبل الرحمة، جبل الرحمة من هنا على مسافة قليلة جدا من المخيمات المصريين، وبالتالي المصريين منذ الأمس بيتوجهون إلى جبل الرحمة ويصعدون هذا الجبل ويدعون ويلبون ويطلبون الرحمة والمغفرة من الله عز وجل. خدمات ميسرة كثيرة قدمتها وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج هذا العام بالنسبة للحجاج المصريين، من خلال خيمات مجهزة على أعلى مستوى توفر أقصى درجات الراحة للحجاج، سواء من إقامة سواء من معيشة أو من غيرها من الخدمات. هذا العام نؤكد أن وزارة أو هذا العام عدد الحجاج أقل عن الأعوام السابقة. الحجاج هم 1,000,000 حاج، كان في الأعوام السابقة 3,000,000، وبالتالي المساحة المخصصة لكل حاج هذا العام هو مساحة أكبر من الأعوام السابقة في منى وعرفات على وجه الخصوص. ما يتعلق بغروب شمس هذا اليوم، مع غروب شمس هذا اليوم سيقوم الحجاج بالنفرة إلى مزدلفة، ووزارة الداخلية مستعدة لهذا الأمر تماما. الحافلات بالقرب من أماكن إقامة الحجاج المصريين بالمخيمات، وبالتالي عند النفرة سيتوجه الحجاج مباشرة إلى مزدلفة ومنها إلى منى. في منى هناك أيضا المخيمات مجهزة وبها كافة التجهيزات، وهناك وجبات ساخنة كما هنا وجبات ساخنة ستوزع على الحجاج. هناك أيضا في منى وجبات ساخنة لمن يريد الإقامة لمدة 2 لمن هو متعجل، وثلاثة أيام لمن أراد أن يقضي الثلاثة أيام. أمور الحجاج المصريين على أكمل وجه. وزارة الداخلية المشرفة على بعثة حج القرى، وزارة الداخلية المشرفة على بعثة الحج، تقوم بواجبها لضمان موسم حج ناجح، عودة بعد 2 من التوقف بسبب جائحة كورونا. عبد الله بركات، يعني بنشكرك على هذه التفاصيل والدعاء أمانة بقى، ما تنسناش في الدعاء في هذا اليوم العظيم المبارك، ويعني ربنا يعني يرجع كل المصريين بأمن وسلامة إن شاء الله إلى الأراضي المصرية بعد أداء فريضة الحج.